في لك تصريح ما ادري يعني ما يعني ما اتذكر متى بس شدني صراحه، ان تربطك صداقه وعلاقه طيبه مع فنانين نفس نبيل شعيل اعتقد وعبد الله الرويشد. يعني البعض استغرب قال شو شيخ دين وصديق لي مثلا مطربين وهم يعني خلينا نقول منا وفينا يعني هم منه وفينا لا لا بالعكس انا انا هذه رساله اوجهها حق الناس اللي يقولون شلون لا علاقه. بالعكس ليش اصلا ما يكون لي علاقه؟ انا لي علاقه ويا الله يذكره بالخير ابو علي حسن البلام، عبد العزيز المسلم، شعيبي محمد وابو شعيل نمسي عليهم ونبارك لهم بالعيد، وابو خالد رويشد. بالعكس هي إيه صداقات وهي علاقات ما بين الناس. فليش رجل الدين ما تكون له علاقه ويا فلان او فلان او فلان او فلان؟ ترى انت بعض العلاقات اللي تصير قد توصل رساله حق الناس ان ترى ديننا دين سماحه ودين الله سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فهذه احنا رساله. وحتى انا اذكر يوم كنت ادرس في 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 مكه رحمه الله عليه الشيخ عمر سبي عرف ان كانت لي علاقه ويا احد الفنانين، فقال لي بالعكس انا اشد على ايدك وهذه احنا هذا منهج الاسلام وهذا المنهج الصح اللي المفروض الكل يمشي عليه. فهو مره كان في مقابله فسالني المذيع قال لي، قلت له بالعكس لي علاقه يعني، وهذا ما يمنع ان الانسان تكون له علاقات متنوعه ويا بعض الفنانين، هم بالنهايه بشر ومنا وفينا. والانسان ما تدري لعل كلمه تؤثر باحد الاشخاص. ما شاء الله تونا يعني برمضان شفنا دوتو حق ابو خالد ويا ابو راشد مشايل العفاسي، ما شاء الله لقى قلاء يعني قبول كبير وكان جميل بصراحه الدوتو اللي صار يعني. فيعني بالعكس دكتور